معانا الأستاذة هبة السويدي وهي مسؤولة عن مستشفى الحروق. أهلا أستاذة هبة، إزاي حضرتك؟ أهلا بحياتك يا فندم. حضرتك يا فندم كان عندك مبادرة لضحايا المصابين في محطة مصر، ممكن تشرح لنا؟ طبعا، أولا عايزة بس أتقدم بالعزاء لأهالي الضحايا والشهداء اللي احنا بنشوفناه من 3 أيام في الحادثة بتاعت القطر دي. احنا بنشوفه كل يوم يا عمر في مؤسسة أهل مصر. انت عندك في مصر كل 15 ثانية حادثة بتحصل في مصر، ومنهم 250 ألف أو أكتر حادثة حروق. طبعا الأعداد كبيرة جدا. احنا كمؤسسة أخذنا على عاتقنا قضية إنقاذ وعلاج حادث الحروق دي من سنين، وبنعمل أول مستشفى بتخدم الحالات دي وأكبر مستشفى في مصر والشرق الأوسط. طبعا أول ما الحادثة حصلت احنا تحركنا فورا وتواصلنا مع الحكومة عشان نضع كل إمكانيتنا وخبرتنا، ان احنا معالجين 3000 حالة حروق قبل كده تحت تصرف الحكومة. والسيد الرئيس مشكور طبعا ادى أوامر انه يتولوا رعاية الحالات دي كلها. فاحنا تواصلنا برضو وعرضنا ان احنا الحالات دي هتحتاج بعد ما تم استقرار الحالات وتخرج بيوتها الى عمليات قد تستمر لسنين. طبعا الحالات دي الناس مش فاهمة انه حالة الحروق ده مش تجميل يا جماعة. الناس ايديها بتسيح ووشها بيسيح وقدينها بتسيح، بيجي لنا حالات من دي كتير جدا، ممكن نقعد مع الحالة الواحدة بالخمس ست سنين بنعالج فيها. فاحنا عرضنا ان احنا ان شاء الله رب، وابتدينا فعلا في اهالي من الناس اللي طم اصابتهم في المستشفيات كلمونا عشان احنا تواصلوا معانا ان احنا نكمل بعد كده الدور بتاع الدولة كدور طبيعي. حضرتك فندم تقدري تستوعبي كم حالة عندك في المستشفى؟ احنا المستشفى ما زالت بتتشطب دلوقتي، بس كمؤسسة احنا بنعالج اي اعداد بتجيلنا. احنا كل يوم عندنا حالات ضحايا حروق بتجيلنا، كل شهر عندنا لا يقل من 60 ل 70 عملية حالة حروق كل شهر. فاحنا كفيلين بالحالات دي ان شاء الله يا رب اول ما تطلع وتستقر حالتها ان احنا هنتولى استكمال حالاتها علاجها ده لمده السنين اللي جايه، بالاضافه للتاهيل النفسي ليهم ولاهاليهم، لان التاهيل النفسي لاهاليهم شيء اساسي جدا برضه عشان يعرفوا ازاي يتعاملوا مع الحالات دي بعد كده. دكتورة هبة، بالاضافه ان احنا اتحركنا على الارض لان احنا عارفين الحالات دي بتحتاج تبرع دم. الفترات طول ما هي قاعده في العنايه المركزه بتبقى محتاجه تبرع بلازما، نقل بلازما وتبرع دم، وعملنا فعلا يعني حمله للتبرع بالدم امبارح، وكانت الاعداد اللي جايه لنا هائله. كم الشركات اللي جت هي دي مصر والافراد اللي جم شيء يسعد بصراحه. احنا مش قادر اقول لك اصلا الكول سنتر عندنا في المؤسسه ما بيقفش، تم الناس اللي تتواصل معانا والناس اللي عايزه تتبرع وتساعد سواء كانوا من الناس في مصر هنا او اشقائنا العرب، حتى تواصلوا مع تكلموني ناس من امريكا عايزين يساعدوا باي طريقه. في جانب حلو قوي في مصر برضو يا عمرو، ما نقدرش ان احنا نغفله. فانا بس كنت عايزه اطلب منك من خلال البرنامج بتاعك انه للاسف احنا كشعب بننسى بعد فتره الحوادث اللي بتحصل دي. فانا عايزه اقول لهم من خلالك انه فعلا مصر فيها كل يوم 300 حاله بتتحرق، يمكن الاعلام ما بيسلطش عليها الضوء، بس احنا بيجي لنا قرى بتتحرق وعمارات بنفجر فيها نبيذ بوتاجاز بتتحرق. ولو تذكر انه البطل اللي انقذ بعض الحالات في محطه مصر وليد ذكر حتى في كلامه قال لك انا متعود ان احنا عندنا في القريه حالات حريق بتحصل كل يوم بنحاول ننقذها. فارجوك واحنا فعلا عايزين نكمل المستشفى عشان نقدر ننقذ ارواح الناس دي ويكون في مكان مجهز للتعامل مع حالات الحوادث والحروق. الدكتورة هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر لعلاج الحروق، شكرا لحضرتك.